للوقوف حول آخر المستجدات في ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط المدني عادل الجبوري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم يا عبا. أستاذ عادل، وردت أنباء عن إزالة عناصر القبعات الزرقاء التابعة لميليشيا السرايا، إزالتهم لجميع اللافتات المنددة بتكليف محمد علاوي من ساحة التحرير في بغداد. برأيك ما الذي يزعجهم في سلمية الشباب وحقه في التعبير عن آرائه؟ يعني الشباب رفضوا محمد توفيق علاوي لأنه مرشح من الأحزاب الدينية، والهدف الثورة المباركة شان إسقاط النظام السياسي وليس إسقاط رئيس الوزراء. النظام السياسي بأكمله ما كان مجلس النواب، وتشكيل حكومة وطنية تلبي احتياجات الناس. من لكن القبعات الزرق نزلوا إلى الشارع وردوا وانسحبوا، وجلتهم تعليمات من قمة طهران والرجوع والسيطرة على جبل يعني جبل حنين في مبنى تركي. نعم، مبنى المطعم التركي. نعم، يعني في الغاية من الغاية انهاء التظاهرات بشكل هم الغاية من عند الأحزاب السياسية أنه متى تنقذ مصالحها بالعراق، ومتى تبقى تسرق أموال الدولة وأموال الشعب العراقي. والقبعات الزرق ليس غريبا عليهم انهم يلتزمون بتوجيهات من ايران بطعن الشباب والغاء يعني كل مكتسبات الثوره لصالحهم، وهذا هو الهدف الاساسي اللي يريده رئيس التيار الصدري مع الاسف الشديد، وانتشرت اوراقه امام العالم. وخلي يشوفون ما هو التيار الصدري اللي يقتل الثورة في مهنة. في هذا السياق وبالحديث عن التيار الصدري، لأي مدى تظن أنه فعليا تم تكليف مقتدى الصدر بإفراغ الساحات، وهل سينجحون في إيقاف الاعتصامات والإضراب العام؟ هو التوجيهات تأتي من هو قاعد في طهران، والتوجيهات بإنهاء التظاهرات والعراوات والفتاتين لضرب المتظاهرين السلميين، وجعل من نفسه سلطة الدولة، وجعل من نفسه سلطة لضرب وقمع المتظاهرين وقتلهم، ولكنه لن ينجح لأن الثوار رأسا أصدروا تعليماتهم، أنه أصدروا تعليمات من ساعة الحبوبي بل ساعة التحرير حتى تكون هناك أفضلية. وساعة التحرير ساعة الحبوبي هم في نفس الوقت هم جوي القبعات، لكن اليوم القوات الشرطة من محافظة بيقار نزلت إلى الشوارع لحمايتهم من يعني أذية هذا القبعات. كيف يفسر الهجوم المكثف لميليشيا الصدر على المحافظات الجنوبية تحديدا؟ يعني أحساب السلطة تنقذ ما وزراها و دوائرها اللي مخلتها وأموالاتها اللي مخلتها، لذلك تعتبر النفس الأخير تقاتل في سبيل أن تبقى متشبثة بالسلطة. كان هدفهم التيار الصدري أن يسيطروا على منصب رئيس الوزراء حتى يستفادوا من عنده. اليوم مع الأسف الشديد الأحزاب وضحت أنه هي تريد تسرق العراق، لكن كل واحد على طريقته الخاصة. يعني الأحزاب كلها بدون استثناء. نعم. لذلك الثوار رفضوا كل العملية السياسية، ورفضوا تدخل الأحزاب في السلطة، ورفضوا تدخلهم مريد حكومة وطنية، حكومة مستقلة ليس لها علاقة بالأحزاب نهائيا. يرى البعض أن هناك انقسام بين أتباع التيار الصدري، إلى أي مدى يمكن أن تتحول مواقف الرافضين من أنصار التيار إلى دعم للثوار في الساحات؟ يعني ظهرت بعض الاعتراضات من اعضاء التيار الصدري، لكن تراجعوا باليوم الثاني مع الاسف الشديد، لانه ظهر انه يعني التهديد انهم كان قاسي، ولذلك تراجعوا. يعني هم في داخلهم راضين للعمليه، لكن التهديد لهم لانه
يعتذرون الى السيد على ما قام به، وفعلا اعتذروا من الخوف وماذا يظهرون يعني عمليه الانقسام واضحه بالتيار السلفي. شكرا جزيلا لكم الناشط المدني عادل الجبوري، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.